ابحث عذر يجي فوق شيء يعني ولا لا انا قلت ضميركم انا قلت انت طلبتك على هالشحم اللي تبيها ابو عقاب بس الرجال يقول مره لانه واقف اصكك بالطاوله حق بخصوص موضوع رشيد انا اطلب كل حق منه يلا انا ما اقدر اعطيك الراي فيه انا عود من طرف حزمه معي خمسه رجال لازم اخذ راي لا هذا رشيد ازعل خلاص راح جيب نزل اغراضك رشيد تعال لا ما يروح ما تم يا نواف تم يا نواف تم تعال تم يا نواف تم تعال يا نواف تعال اسمع حطها رشيد رشيد نواف تعال تعال يبيك 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 يا رجال انت ما انت ببيرهم قم قم وش تبي؟ قم 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 سدون على اخوانكم تعال لا 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 ادري لا لا هذول هم في غرفتنا مو في غرفتنا تكلم جديه هذه مره يقول مره فوق النواب منو من طلب نواب اللي طلب اللي طلب من انت انا اللي تكلم طلبتكم تم اخرس هلي الحرام ارجع نواف اكشف غرفته نواف عقاب بروح اخذ راي الخمسه باخذ راي الخمسه علم خليها سريايد خلي بشوف عند نواف طالبينك طالبينك انا ماني براي التالي اللي بس ذبالح مرقت في مشتك انت على الاولى ولا اول قلت تم على خشمي الثانية قلت لا اتحدى انا قلت لا 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 تبي تشخصنها اقسم رب الكعبة لا صدق غير الله بات اطهر كعلبك الجنة كعلبك كعلبك لا 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 رشيد لن رشيد لن يغادر غرفته الا برضا من اصحابه برضا اصحابه غرفة لن تجينا يا رشيد غرفته ولا اللي فوق ما كل اللي فوق خصوصا اشعرانه ما يجي اقسم رشيد 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 غرفة لا والله رشيد غرفتك ما سمحوا لك لا تشوفك عيني غرفة الغرفة اخرس اخرس عن الامير يا الامير موجود الامير يا فهد اذا ما سمحوا لك غرفتك لا تشوفك عيني انا جيت انا اروح للنواف تعال رشيد الله يطول عمرك ما سمحتك تجلس نواف سمح لك ساعة طويل عشان قال ترك الدوسري رشيد نواف سمح لك باقي ما سمح خلاص تسمح له انا بجي محل بالله لا الامير يتكلم الامير يتكلم انزل انا اروح المحل انت بيغرف غرفتنا الرجال ذا ما قصر كلم ترك الدوسري كلمنا الربع اللي قبل نبي لهم قزاز عشان ما يطيح مع الدرج الرجال ذا كل اللي هنايا شهود انه اكثر من 20 مره باليوم بيطيح فطلبت اللي فوق كله بوهم غرفه نواف قالوا تم بقى غرفته بيردوا نخ انا ما قلت تم لا نروح لا بعض الحين نقول نرجع المقطع لا 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 بدون ما ترد خذك نياتي ما مساه اليوم معنا بس انتهى الموضوع الغرف كلها سوء ودا الاخوان يبون نجيهم جيت انا براسي الله 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 اقسم على عمرك الله غرفة النشامة تكسب احد النشامة والله ما حسبنا على احسان ابدا كلامك يا ابو محمد والله مسموح يا رشيد تمت 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 عن خويك طاح نفعته بشيء صح النوم صح النوم صح النوم سعود ارجوك انضم الى غرفه النشابه ارجوك امرا وليس فضلا قال لا لا كلام ابو محمد افا هذا ابو محمد خليك معك يا عشان سوي يوم رجل رجع بيطيح يوم واحد اسمع قول لا اله الا الله اسمع عود جاني ذاك وين اجيكم جيتكم بس اعطي يوم واحد كل يوم واحد بيعود يومين يا سلطان حق عبد الله الدريس سالي برد لي من الاجابه ما ادري اقلم اسمع سعود انا شك اسمع ابو نواف ارشيد عنا ساعه علي وانا رجال انا مو علي وبعد ابو محمد قال كلمته وانا ابو محمد عندي اوقف خطا جاني والله ما نقدر نقول له شيء جاني لذلك الرجال طلبه تحت والله يسر امره ان كان لي معسر عندي خلوا الرجال ما في بينا اصلا جاني مخرا منك ابو سعد ابدا خلوا شيء تحت وكل ابونا عندكم فوق شو بون بعد؟ ما يبونهم ليه؟ رشيد جهز قصيدة لا لا خليها حصرية قصيدة قم 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 ها مشينا ها يا رشيد رجل بشراتك لا جاد قد رجل استاذ منه استاذ منه ها رشيد ها يا رشيد ها خلي أشر لي يتكلم عن قبل لا لا الحاذي الحاذي لا والله ما انت في وجه عطني مناك عطني مناك إذا عنده تركي ما عندنا مشكلة هذه الليلة المبروكة باطل 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 ما في بالغصب ولا بالطيب يا رشيد لا 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 إلى غرفة النشامة على بركة الله وشي
مرحبا مرحبا ابو طاحوس، مرحبا ام اسهلة، الله يحييك. ليه يا ابو؟ سندت على ما سندت عليك ابو محمد. ابو محمد عشان محمد.